السلام عليكم. لم يكونوا موعودون بالجنة، لكنهم كانوا يقفون على مرمى حلم من دستور دولة اتحادية وانتخابات تخلصهم من احتكار السلطة، عندما قامت ميليشيا مسلحة بالتحالف مع رئيس مخلوع لاختطاف الدولة ونهب المعسكرات. تواطأ الكثير من القيادات السياسية والعسكرية مع الانقلابيين ودفع اليمنيون أثماناً باهظة. 3 سنوات واليمن يحكمه قتلة وسراق وقطاع طرق، ويحتفلون بذلك في ميدان 70. مشاهدينا الكرام، في مثل هذا اليوم من عام 2014 كانت صنعاء على موعد مع انقلاب كامل وخيانة وطنية كبيرة قام بها رجال في الجيش والسلطة، ومهدت لها قوى مدنية وهي تسوق للقوى الفتية الصاعدة. كانت بعض الأصوات تؤكد أن العملية لا تغدو عن كونها عملية قيصرية محدودة. كان الكثير يعلم أن العملية القيصرية محدودة الأهداف ستكبر وتدمر البلد وتقضي على حلم اليمنيين، وأن القوة الصاعدة الفتية ما هي إلا قوة متوحشة همجية، أدواتها البارود وغايتها القتل والنهب. 3 سنوات سوداء عاشتها البلاد صار فيها الوطن محرقة كبيرة، أشلاء وركام ويوم أسود ظلامي الخنجر مسموم ومصوب في خاصرة الجمهورية، سيظل شاهدا تاريخيا على هذا الصراع والحرب. المساء اليمني يعود بالذاكرة إلى لحظات الانقلاب والخيانات التي مهدت لسقوط الدولة وعداء الانقلابيين للدستور واليمن الاتحادي. سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي كمال حيدرة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ كمال. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ كمال. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ثلاث سنوات مضت على انقلاب 21 من سبتمبر الذي حمل الطابع السلالي العائلي، لتعيش اليمن أسوأ مرحلة في تاريخها السياسي والاجتماعي منذ انطلاق العهد الجمهوري الذي تعاظم في نفوس اليمنيين عندما عاشوا نسخة الإعادة من الإمامة القديمة الجديدة. لا ينسى اليمنيون هذا التاريخ الذي حول يومياتهم إلى ما يشبه الأشغال الشاقة، من الانقضاض على المؤسسات إلى تحويل اليمن الخاضعة إلى رهينة سياسية ومشروع جباية اقتصادية وكهنوت ديني سلالي تحت لافتة آل البيت. قهر اليمنيين في ذلك اليوم لو أنه لامس صخرة ضخمة لتفتتت وتحولت إلى ما يشبه الرمال المتحركة، وهم يعيشون ما يشبه تهاوي الجبال المنكسرة على رؤوس ساكنيها. تلك اللحظات التي قضت على ما تبقى لليمنيين من دولة وحياة عامة. 21 من سبتمبر، أيلول الأسود كما يسميه اليمنيون، هو ذات التاريخ الذي ارتبط بآخر بيعة للنظام الإمامي، عندما وقف آخر الأئمة في الجامع الكبير قائلاً إنه سيسير على نهج أسلافه الأئمة قبل أن تطيح به الثورة الجمهورية بعد 5 أيام من البيعة الأخيرة. لقد اختارت ميليشيا الحوثي وحلفها صالح أن يكون الانقلاب في شهر سبتمبر كمحاولة مفضوحة لطمس معالم 26 من سبتمبر الذي لم يكن مجرد تاريخ لثورة أو لتحول معين فحسب، بل ميلاد وجودي لكل شيء من العدم. الجمهورية التي تم الانقلاب عليها هي المنزل والمدرسة والجامعة والإسفلت والمشفى، المول والكتابة، قصيدة النثر، الرواية، الفيلم والأغنية، الرقم الوطني لآبائنا وأسماء أبنائنا الجديدة. 26 من سبتمبر هو كل ما عرفه هذا البلد من حياة تقريباً، من مصير وآدمية يهدد الانقلاب وجودها الآن بشكل مأساوي ومجنون، ويفتح بوابة الجحيم لانهيار اليمن على أكثر من صعيد. بحسب متابعين، هناك أسباب كثيرة مهدت لعودة الإمامة، منها أن الجمهورية ظلت خاضعة لذهنية دينية مكثفة وعصبيات خاضعة للنفوذ الذي أسس لشللية مغلقة همشت الأفق الحضاري المفتوح لليمنيين. شعلة الجمهورية التي حاول انقلاب 21 من سبتمبر إخمادها اشتعلت في نفوس أحفاد الجمهورية في كل مدينة وفي كل قرية في الداخل والخارج، مؤكدة أن جلال الحق الجمهوري قد يتعثر لكنه لا يموت. إذن أستاذ كمال، 21 سبتمبر هو العنوان الأبرز لكل هذه الجرائم التي حدثت في البلد والمحارق، وكثير من اليمنيون، ولعلي أقول اليمنيون الصادقون، يرون في أن هذا اليوم هو يوم نكبة حقيقية شهدتها البلاد. كيف تقرأ هذا التاريخ؟
أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. لا أدري ما الذي يمكن قوله عن 3 سنوات من الموت، من يعني 3 سنوات سوداء أخرجت كل الأشياء السيئة في الشعب اليمني، أو يعني حولته إلى كومة من الأخطاء، من كل الأشياء السيئة. 3 سنوات باعتقادي هي ارتدادة، يعني لا تقاس بالأيام أو بالسنوات القليلة، هي ارتدادة تاريخية أرجعت اليمنيين عقود بل ربما قرون إذا ما جئنا للسياق أو للخطاب السياسي الذي جاءت في إطاره هذه الحركة الارتدادية التي أعادتنا إلى صراعات ما قبل بزوغ الدولة الحديثة، صراعات لا طائل من وراءها ولا فائدة منها في مثل هذه اللحظة. 3 سنوات جعلت من اليمني بلا وطن، وأي شيء أسوأ من أن يكون الإنسان بلا وطن. هذه الفكرة هي يعني ممكن أن نجعلها تلخيص للمشهد اليمني، أنه 25 مليون من اليمنيين أو أكثر من ذلك بلا وطن. لا أعتقد هناك أكثر شيء تكثيف من هذه الجملة. صحيح. إذا أستاذ كمان، يعني في البداية طالب الحوثيون بتعديل الدستور وحين اكتملت مسودته اختطفوها وحاملها أيضا، ما الذي يخيفه من الدستور برأيك؟ ربما هناك مشكلة تاريخية مع الإمامة مع الدستور. في عام 48 تم اتهام الثوار أنه هؤلاء الدستوريين، يعني كأنه جملة تحقيرية، يعني أو عبارة تحقيرية أنه هؤلاء الدستوريين جاءوا أو آتون للقضاء على 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 على, على حياتكم أيها الشعب. لديهم مشكلة تاريخية أنه هذا الدستور يقنن، يعني يفصل أو يشرعن السلطات، يشرعن علاقة المجتمع بالسلطة، علاقة الأفراد بعضهم البعض. هم لا يريدونها هكذا، هم يريدونها حكم عوج كما يقال بالعامية، حكم عوج. هم على قائمة أو على رأس الهرم الاجتماعي والسياسي يحكمون بلا أي حقوق وواجبات وبلا مسوغات قانونية وبلا أي، يمارسون سلطة. الحكم بالنسبة لهم هو عبارة عن سلطة وليس تنظيم للمجتمع. أستاذ كمال، يعني عند هذه النقطة أيضا، يعني أنت عدت إلى 48 وفعلا كان هناك يعني جملة الدستور التي كانوا يتهمون بها الثوار، وأيضا قالوا بأنهم سيستبدلون القرآن بالدستور. الآن يستخدمون المسيرة القرآنية، يعني استخدام المقدس والدين لشعب بسيط يميل للعلاقة الدينية المقدسة ويحترمها كثيرا، هل هذا من غرض واضح؟ طبعا هو لأنها فكرة دينية، هم قادمون أو يعني آتون من فكرة دينية تاريخية تدعي حق السلطة، ما يسمى السلطة الإلهية أو الحق المقدس، الحق الإلهي، بأن هؤلاء جنس متفوق ومن رب العالمين فرضهم كذا، أنه هؤلاء الناس لديهم مميزات عرقية ولديهم مميزات تجعلهم هم الأحق بالسلطة دينيا واجتماعيا ويعني سياسيا. فبالتالي كانت الفكرة الدينية هي المحور الأساسي، يعني المحور الأساسي في كل تحركاتهم السياسية والاجتماعية، تحشيد الناس على أساس ديني. يعرفون أنه المجتمع البسيط أو المجتمع اليمني بسيط ومتدين بالفطرة، فدائما ملجوا لهذه الأساليب. لفت نظري أثناء قراءتي في بعض مذكرات أو ما المراسلات ما بين الثوار في بعد فشل ثورة 48، أنه أحمد حسين المناظر للأستاذ أحمد حسين المرواني يقول أنه هؤلاء أو يعني أنه المجتمع البسيط، المجتمع اليمني خصوصا في الجزء الأعلى من أو الجزء في المحافظة الشمالية، يلجأ أو يعني ينساق دائما بعد فكرة آل البيت. فكرة آل البيت هذه فكرة محورية في الفكرة الإسلامية التقليدي، أنه هؤلاء مقدسون، هؤلاء لديهم كل الصفات التي تجعلنا دائما منساقين وراهم، تجعلنا دائما في تسليم وطاعة لهم. فهم دائما يحتاجوا لهذه الفكرة أو دائما يحركوها لمصلحة سياسية، لمصلحتهم في السلطة. كانت هذه هي أساس التحرك وأساس الفكرة التي ينطلقون منها. لا أعتقد أنه ممكن أن يأتوا بشيء آخر غير الفكرة الدينية. ما الذي يمكن أن يخرجهم إلى الحيز الاجتماعي والسياسي غير هذه الفكرة؟ لا شيء، لأنه في الأخير لديك تجربة سياسية قائمة على التعددية السياسية وعلى احترام السلطات وعلى هؤلاء. لا يريدون هكذا. لماذا؟ لأنه لن يحصلوا على شيء. لديهم تجربة حزب الحق في من عام 90 إلى ما بعد، كان يحصل على عضو واحد أو في البرلمان أو ربما لا شيء في بعض الأحيان. ما الذي يجعلهم يتحركون خارج إطار الفكرة التي تعطيهم كل المميزات؟ كانوا يستغلون الفكرة الدينية لأنها تعطيهم ما يريدونه، أما غير ذلك فلن يحصلوا على شيء. نعم. إذن لكن أستاذ جمال، يعني نلاحظ خلال كمال عفوا 3 سنوات
هناك ثورة فكرية أوسع، ما أسبابها برأيك؟ هذه مقابل يعني لهذه المسيرة. طبعا أنا لدي فكرة أنه ربما ما يحدث في اليمن مدخل لإصلاح حقيقي في الفكر الإسلامي، فكرة ولاية يعني البيت أو الولاية أو الهاشمية هي فكرة يعني مزروعة بشكل خطير داخل الفكر الإسلامي، وربما مسلم بها في يعني لدى المتدينين أو في الفكر الإسلامي بشكل عام، يعني ليس في اليمن فقط، لكن في اليمن تبدت بشكل أسوأ، يعني كانت أسوأ تجلياتها السياسية كانت في اليمن خلال يعني 1000 عام من التجربة اليمنية مع الهاشمية، كانت تجربة قاتلة أخرجت اليمن عن سياق الحضارة، كانت اليمن مركز حضاري تحولت إلى هامش على 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 صفحة التاريخ الإسلامي وعلى صفحة الحضارة الإسلامية. كان هذا ومع يعني ما مارسه الأئمة إلى ما قبل 62، كان ثور ثورة سبتمبر يدركون هذا الشيء ويعني واستطاعوا انه يواجهوا اجتماعيا وسياسيا، لكن الحقيقة انه لم يتم ضرب الفكرة دينيا وفي لأنها لا زالت مقدسة، لما تحدث مع اي احد يعني من الجوار يعني من اصدقائك او معارفك في البيت يعني يستاؤون، ما الذي تقوله؟ يعني انت تقول الان كلام يخرج عن اطار الدين الاسلامي، جعلوا من هذه الفكرة كأنها اساس للدين الاسلامي، والخوض فيها محرم يعني، محرم يعني لا تتحدث لا تناقش لا تفكر. طبعا ما حصل خلال 3 أعوام الماضية أنا بالنسبة لي أعتبره ثورة فكرية تقضي على فكرة المقدس هذه التي طالما أهانتنا كيمنيين وطالما أهانت الفكر الإسلامي بأنها جعلت الدين الإسلامي عبارة عن تجربة العشيرة، يعني أنه الرسول جاء وقال هؤلاء أولاد بنتي من بعدي ويتوارثونكم، جعلها كأنه شيخ قبيلة، النبي محمد تحول إلى شيخ قبيلة في هذا المضمار، وهذه أعتقد يعني نعود إلى ما حصل في 3 أعوام أو 4 أعوام الماضية، يشبه يعني يقظة رائعة جدا تأتي ثمارها على المستوى الشعبي على المستوى الاجتماعي على المستوى الديني، صار الناس متقبلين الفكرة. هل هي منعكسة مثلا بعدم التفافهم الكبير اليوم؟ يعني يلاحظ أنه لم يعني يحصلوا على التفاف جماهيري كبير في 70، تنبه الناس لمدى خطورة هذه الدعوة التي يقوم بها؟ طبعا يعني ما يحصل يعني فكرة الإمامة أو الهاشمي بحد ذاتها قادرة على أنها يعني اولا في جزء معينه هي قادره على توليف المجموعات او الفئه الهاشميه حولها، وهذا اعتقد امر خطير لانه يضرب النسيج الاجتماعي، عندما يتحلق مجموعه من جزء من الشعب حول فكره معينه تمنحهم حق غير دستوري حق غير قانوني، هذا يضرب علاقتهم بالمجتمع، عندما يعني المجتمع يتنبه لهذه الفكره يعني النتيجه التي ستقود الى فيما بعد ستكون يعني في صالح حتى في صالح الفئه هذه، لانه يعني يتم ضرب الفكره على اساس انه لا تتحول الى 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 مشكله، هي الان مشكله، عباره الفكره هذه عباره عن مشكله، وبالتالي ضربها هو في مصلحه الاستقرار المجتمع، في مصلحه النسيج الاجتماعي والوطني، وفي مصلحه هذه الفئه التي طالما جعلت من نفسها او طالما اوردت نفسها في على مر التاريخ موارد لا قبل لها في مواجهه مجتمعها ليست اغلبي فيه وهي ليست الفئه الاقوى فيه يعني. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ رشاد المخلافي المحلل السياسي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء الخير لك ولضيفك. أهلا بك أستاذ رشاد، يعني ونحن نتحدث في هذه الذكرى 3 عن اليوم الأسود وذكرى النكبة 21 سبتمبر، ما الذي تقوله؟ أعتقد أنه يوم 21 كانت كارثة على مستوى الوطني بشكل عام. يوم 21 هي يوم الخيانة العظمى التي لأنه نحن لم نعرف الدولة على الإطلاق، وإنما هي كانت عبارة عن مراكز قوى وشخصيات نافذة استأثرت بالبلد بشكل عام، ولذلك وجدنا أنه لا يوجد كان الشعب مكشوف تماما، لا توجد مؤسسة عسكرية حقيقية ضامنة للعملية السياسية، كانت 11 فبراير هي النقطة البضيئة في حياة شعبنا بعد 26 سبتمبر، بعد ثورة 26 سبتمبر، هناك دسائس ومؤامرات كثيرة ظلت تحاك منذ 5 نوفمبر بعد ثورة 26 سبتمبر، وأنتم تعرفون مدى الحروب التي خيضت
ضد الثورة اليمنية، هذه الثورة العظيمة التي أتت لانعتاق البلد، التي أتت لاستعادة الشعب لهويته، لعروبته، لتاريخه، لمجده، بعد أن سلب لعقود طويلة واستعبد أمام سلطة كهنوتية استبدادية غيبت اليمنيين واستعبدتهم وسلبت الهوية الوطنية اليمنية لقرون كثيرة وشوهت التاريخ اليمني، حتى اعتدت على تاريخنا تماما. نحن أمام عدو لا يمكن أن يوصف حتى بأنه قد يكون انقلاب عسكري أو للسيل، لا، نحن أمام قوة غاشمة غادرة تستهدفنا في هويتنا، في تاريخنا، في عروبتنا، في حضارتنا، غيبتنا قرونا طويلة، شوهت التاريخ، شوهت الماضي والحاضر، والآن تحاول أن تشوه الحاضر والمستقبل من خلال أن تسوق نفسها وكأنها قوى ثورية. للأسف هناك تواطؤ حصل مع كثير من القوى السياسية وهذا ما وصلنا إليه، لكن أعتقد أن الشعب اليمني هناك وعي متبلور داخل الشعب اليمني، من خلال ستستطيعين أن تقولي أن الشعب الآن هو من سيقود زمام المبادرة لاستعادة أرضه، لاستعادة عاصمته، لاستعادة مؤسساته، لاستعادة هويته أمام هذا العدوان الغاشم. لذلك نعم إذن يعني برأيك أستاذ رشاد، يعني هل تجد أن في هذه الذكرى الثالثة للمأساة التي مر بها الشعب اليمني، هل نستطيع أن نقول بأن الانقلاب انكمش؟ أستطيع أن نقول أمام الشعب، أنا لا أعول على فكرة على دعم خارجي، لا أعول، لأنه رأينا ما وصلنا إليه، أن هناك لا توجد نية حقيقية أو قرار سياسي حقيقي لاستعادة الشعب لهويته، لدولته، لنظامه، لشرعيته، وإنما أستطيع أن أقول أنه 3 سنوات ظلت بين مراوحة وبين مشاريع عدة وبين انتهازية، سواء كنت أنا أتكلم عن دول التحالف أو عن القوى السياسية للأسف الشديد. لكن الشعب أعتقد أنه سيستعيد هويته، الشعب لا يمكن مهما امتلكت من السلاح، مهما سيطرت على موارد الدولة، على وسائل الدولة، على سلاح الدولة، ستجدين أن الميليشيا الانقلابية لن تكون أمام الشعب اليمني إلا أكثر من فقاعات، والثورة قادمة وقادمة وقريب جدا يعني. نعم، إذا اسمح لي أنقل هذه الفكرة لضيفي عبر هنا في الاستوديو الأستاذ كمال. أستاذ كمال، يعني برأيك هل يعني أن فعلا لم يواجه الانقلاب مواجهة حقيقية لا من القيادة السياسية ولا من التحالف الذي ربما ظن الكثير بأنه هو المنقذ والمخلص لهذا الشعب، أم أن الأمر ظل كما وصفه الأستاذ رشاد مجرد مراوحة لا أكثر؟ هذا الأمر يعني ممكن أن نعود به إلى البدايات. فعلا كان هناك الكثير من التواطؤ في هذا مع هذه الجريمة، هي عبارة عن جريمة سوداء في تاريخ الشعب اليمني، وأعتقد أنها ما كانت لتكون لولا ما حصل من تواطؤ سياسي وعسكري الكل يعرفه وشاهده بأم عينه يعني. لكن خلينا الأول نوصف ما حصل، هو عبارة يعني لأنه له سياق فيما يتعلق بالمعالجات. ما حصل لم يكن فقط مجرد كما قال الأستاذ، لم يكن مجرد انقلاب سياسي، لم يكن أيضا مجرد ثورة مضادة كما نوصفها عادة إعلاميا، لكن ما حصل أو حقيقة ما حصل أننا أمام مشكلة تاريخية. مشكلة تاريخية هي الإمامة، مهما كان الغلاف التي تتغلف به، انقلاب عسكري، ثورة مضادة وجدت لها رجل يحاول الانتقام من شعبه، مؤامرة خارجية وجدت لها ممول خارجي، ما حصل أنه هناك أو لب المشكلة أو جذر المشكلة هي الإمامة. ربما لدى بعض الأطراف السياسية، يعني الأطراف السياسية التي كانت متواجدة على الساحة في العام 2014 لم تكن تدرك يعني ما مدى خطر الإمامة، لم تكن لديها حساسية من الإمامة كما هو لدى الشعب، كانت أو استخدمت الحوثية لحظتها لأهداف سياسية. كلنا نعرف أن هناك محاولة التفاف على نتائج الربيع العربي الذي صب في معظمه أو في
بشكلها الظاهر في الحركات الإسلامية، كان هناك مؤامرة أو محاولة لاسترجاع الوضع لما قبل 11 فبراير في اليمن تحديدا، وكانت النتيجة أنه ضاعت البلد وضاعت الجمهورية وضاع كل شيء نتيجة للمحاكات السياسية ونتيجة للتواطؤات. كمال، يعني هذه المحاكات السياسية عادة يعني ما ينتهي بها الأمر إلا توصيفها بالمؤامرة، لما لا يكون هناك شجاعة حقيقية لتوصيف ما يحدث بأوصافها الحقيقية؟ يعني كان هناك عجز، كان هناك فشل، كان هناك تواطؤ لكل هذه النخب، يعني لم نجد أحد يظهر على الشاشة ليقول للناس نعم نحن أخطأنا في النقطة ألف باء. لا يمتلكون، لو كانوا يمتلكون يعني شجاعة، حتى اللحظة يعني حتى آخر خطاب للرئيس هادي ما زال يتحدث عن وإيران هي التي وماذا حدث وهناك انقلاب، يعني توقعنا أن نسمع يعني جملة مفيدة أو جديدة يعني على بعد ثلاث صحيح سنة. صحيح، بس يعني لو كانوا يمتلكون شجاعة لعملوها أو لاستخدموها في الأعوام التي أدت إلى أو في لحظة سقوط صنعاء أو اجتياح صنعاء، هؤلاء لا يمتلكون الحساسية أو المسؤولية تجاه ما يحدث. هؤلاء كل واحد منهم كان يحاول، كل طرف من الأطراف كان يحاول الاستفادة من هذا المخلص، الحركة الحوثية التي كانت في لحظة من اللحظات على شكل مخلص لجميع الكثير من الأطراف. الآن إذا كنا أردنا أو إذا نريد، يعني رغم أننا نسمع في الإعلام في الخطاب الرسمي أنه نحن نواجه حركة إمامية ارتدادية يعني ومشكلة تاريخية، طيب كيف سنتعامل معها؟ هذا يعني يجر إلى ما هو قائم الآن، ما نشاهده من عجز يعني يشير لأنك عاجز أصلا عن فهم المشكلة، يعني العجز القائم الآن يشير لأنك عاجز عن فهم المشكلة. إذا كنت تفهم علينا مشكلة تاريخية وأنك يعني في مواجهة مع إمامة، ما هي الأساليب وما هي الأدوات الكفيلة بإسقاط هذه المشكلة؟ لا أعتقد أن أحد يفهمها بالشكل المطلوب. يحاولون الآن المضي في مسار سياسي، المسار السياسي يحدث أو يفيد مع حركة سياسية يعني ممكن تصل أنت معها إلى حد معين من النقاط الالتقاء والاتفاق. هذه حركة عقائدية مغلقة لا يمكن أن تصل معها إلى أي نقطة تفاهم. هذه تؤمن أنها لديها الأحقية بالحكم والسيادة، وبقية الفئات وبقية أبناء المجتمع ليس يعني يحمدوا الله ويشكروه أنهم محكومين من قبل هؤلاء. فإذا جئنا إلى ما يحصل الآن نجد أنه عبارة عن مؤامرة أخرى، إذا شئنا التعبير مؤامرة أخرى ثلاثة أعوام ونحن أو عامين يعني على الأقل منذ انطلاقة عاصفة الحزم يعني بجماعات أو بأطراف أخرى يحوم حولها الشك أساسا، لكن بما أنه قد تحركت وأدركت الخطر بما بعد بعدان فلت الحبل من يدها بعد 21 سبتمبر، وهو كان يعني بحسبة بسيطة بحسبة قليلة من الذكاء كان يفترض أنه يعرف أنه الأمر ربما فالت يعني من الأساس. نعم. لكن بما أن قد تحركت هذه الأطراف والأطراف الداخلية، لماذا لم يتم إنجاز ما وعد به الشعب؟ هل هذا هو ما وعد به الشعب؟ مزيدا من التدمير، مزيدا من الحرب، مزيدا من الموت لـ 25 مليون يمني. هناك عجز نابع عن فهم عن عدم فهم المشكلة وناتج عن قلة الحيلة وقلة الخيال لدى المسؤولين حول هذا حول هذه الأزمة. نعم. أو من أطراف الأزمة. يعني اسمح لي أيضا أستاذ رشاد، يعني من خلال حديثكما يعني ربما هناك توصيف أو نستطيع أن يعني نصنف الخلل الذي حدث، خلل سياسي وخلل عسكري. لو بدأنا بالخلل السياسي أستاذ رشاد، يعني مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار، بعضهم يعني يعيد المسألة إلى مجرد القبول بهم وهم يعني يحملون السلاح، كانت بداية الكبوة أو ربما بداية الخطأ، ما رأيك؟ صدقي نحن طرحنا في ثورة 11 فبراير، نحن الشباب في ثورة 11 فبراير كنا نقول يجب أن تطرح هناك تهيئة لعملية الحوار الوطني على أن تشارك فيه كل الأطياف الاجتماعية والمكونات السياسية، لكن يبدو أنه كنا من ضمن اشتراطاتنا أن تنزع أسلحة الميليشيات. لا يمكن أن يتم الحوار الوطني من خلال وجود هناك طرف أو ميليشيا مسلحة ومدققة وخاضت حروب، ستة حروب أو يعني ضاردة ضد الجيش اليمني، هناك عشرات الآلاف من القتلى من الجيش اليمني. يجب نزع سلاح الميليشيات ثم وهذه تهيئة للبدء في الحوار الوطني. لكن يبدو أنه كان دخول الحوثيين هو
كارثة، لأن لهم مشروع مغاير وهم يمشوا وفق خطوات ثابتة لا يمكن أن تصل، لا يمكن أن تكون أنت معه في طريق واحد لبناء الدولة على الإطلاق. لديه مشروع هو يمشي وفق إيديولوجية، ولديه ومدعوم من دولة إقليمية ضمن مشروع في المنطقة يغزو دول المنطقة. أنا لو أيضا أريد بس العودة قليلا حتى إلى الماضي، فأرجو أن أطرح هذا، أنه في نحن في يعني ثورة 26 سبتمبر كانت من أعظم الثورات في الوطن العربي، ثورة قامت لانعتاق شعب ظل يرزح تحت سلطة استبدادية كهنوتية سلالية لأكثر من 1000 سنة، صادرت البلد وصادرت الهوية وصادرت التاريخ. هذا لم يحصل في أي دولة وتحت أي استعمار على الإطلاق، لكن اليمن ابتلينا بهذه السلالة الخبيثة للأسف، والتي مارست كل أنواع الاستبداد والظلم والتسلط ضد اليمنيين، استعبدت اليمنيين. ونحن لا يمكن، يجب أن نطرح هذا بوضوح، كيف كان أجدادنا وأبائنا الأوائل وأجدادنا يهانون ويقبلون أرجل وركب هذه السلالة الخبيثة التي ليست لها صلة من الإسلام في شيء، حتى الإسلام الذي جعل من بلال يعتلي الكعبة ليؤذن في الناس وهذا شرفا عظيم، لم يأتي لسيد أو لهاشمي أو لشريف كما يدعون، وإنما طلع يعني هنا الإسلام لم يميز بين أحد، بينما هذه السلالة جاءت تصنعنا صنميات يعبدها الآخرون بدون الله. هذا شرك، وهذا كل أفكارهم كانت مناقضة تماما للإسلام. لذلك قلت أنا في ثورة 26 سبتمبر تم الاعتداء على ثورة 26 سبتمبر في 5 نوفمبر، اتفاق 5 نوفمبر الذي تم الانقلاب فيه على السلال وبدأت عودة الملكيين إلى الجمهورية باسم الجمهورية، وبدأوا ينخرون في الجمهورية من داخل معسكر الجمهورية الملكيين الإماميين طبعا. جاء فترة إبراهيم الحمدي، الرجل كان له مشروع وطني بغض النظر، لا يمكن أن تصنفه حزبيا أو لجماعة، كان الرجل ينظر على مستوى الوطن ولديه مشروع وطني لبناء الدولة. تم اغتياله بشكل سافر وحقير مع أخيه ورفقائه أيضا، تمت تصفيتهم تماما. ثم طلعت سلطة علي عبد الله صالح، والتي كانت سلطة علي عبد الله صالح هي العصر الذهبي للملكيين، لم يكن منذ 2000 أو 2004، وإنما كانت الهاشمية السياسية تنخر في جسد الجمهورية حتى أفرغت الجمهورية من محتواها في كامل مؤسسات الدولة، وشكلت مراكز قوى خارج مؤسسة الدولة، وكانت القرارات السياسية تصنع خارج مؤسسة الدولة في الدواوين والمقايل، بينما هناك مؤسسات مجلس تشريعي، هناك حكومة موجودة، هناك مؤسسات دولة، لكنها لم تكن أكثر من ديكور وواجهة، بينما في الحقيقة كان يصنع القرار السياسي وتسير البلد من داخل الدواوين. حتى وصلنا إلى الكارثة الآن، حتى ثقافة الوطنية والانتماء لا يوجد، تم تدمير كل القيم الوطنية على داخل المجتمع. تلاحظين أن الخيانة والخيانة الوطنية أصبحت مستصاغة، يمكن أن يكون الإنسان خائن داخل البلد، يمكن أن يكون وسارق أيضا لموارد البلد، إذن اسمح للأستاذ ويستخدم البلطجة والهمجية خارج. نعم أستاذ رشاد، يعني بعد إذنك يعني أنت نعم. والأستاذ كمال والأستاذ المشاهدين أيضا، اسمحوا لي بالذهاب لفاصل قصير ثم أعود إليكم لاستكمال نقاشنا.
جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي العزيزين الاستاذ كمال حيدر هنا في الاستوديو، وعبر الاقمار الاصطناعي ايضا الاستاذ رشاد المخلافي. اعود اليك استاذ كمال، يعني من حديث الاستاذ رشاد يعني وهو اعد بنا بدوره تاريخيه سريعه، ربما اكثر ما لفتني كلمة سلطة صالح هي العصر الذهبي كانت للإماميين، انتشروا في أكثر من يعني وزارة وأكثر من حقل سياسي وأخذوا العديد من الوظائف السيادية. أستاذ كمال، يعني ونحن أيضا نتحدث كان هناك يعني من يقول بأن دخول الحوثيين لمؤتمر الحوار كان هناك يعني أطراف دولية أرادت دخولهم كما هم بسلاحهم، وكان هناك ضغوطات على الرئاسة، يعني هل يعقل ذلك يعني أن تمارس هذه الضغوط بهذا الشكل ويقبل بهم بهذا الشكل ومسارهم يعني دماج والجميع يتفرج، عمران والجميع يتفرج، حتى ابتلعوا الدولة والجميع يتفرج؟ سؤالك ممكن الإجابة عليه في شقين، أو دعنا نعود أولا إلى 26 سبتمبر. لا أعتقد أن هناك ثورة في العالم كان يجب أن تكون ثورة جذرية كما وجد أو كما كان يجب أن تكون ثورة 26 سبتمبر. ما كان قائم كان سيء بكل المقاييس، كان كارثي على شعب يحاول الدخول للعصر. لكن مسار الثورة فيما بعد، وكما يتحدث الأستاذ رشاد، منذ 5 نوفمبر 67 تحولت يعني حصل أنه تم استيعاب مخلفات الفترة السابقة على ثورة 26 سبتمبر وما جرى في ودمجها داخل مؤسسات الدولة، مما جرى أو مما عمل على إعادة إنتاجها بأشكال جديدة، بأشكال تتناسب مع منطقة الجمهورية. هذا أوصلنا إلى فترة نظام صالح، وهي ذروة تشوه النظام الجمهوري. كان بالفعل هو مصنع الإمامة الجديدة، ليس فقط لأنه جاء يعني لأنه الهاشميين سيطروا أو شيء من هذا القبيل، لأنه فكرة نظام صالح خصوصا من ما بعد يعني منتصف التسعينات وبداية الألفينات كانت فكرة التوريث. التوريث هي فكرة إمامية لا علاقة لها بالجمهورية. كانت نظام صالح تحول إلى نظام إمامي، صالح نفسه تحول إلى إمام ويحاول يعني اولا بإضافة نزعة القداسة عليه، هي فكرة إمامية. كان صالح والوطن تحول فترة ما بعد 95 وما بعد 94 الى صالح الوطن، تم اختصار الوطن بصالح. كانت هذه فكرة إمامية، فكرة انه هذه البلاد ملك للشخص هذا. في فترة لاحقة تم إعادة او حتى يعني مسمى الصالح الذي كرس في اكثر من طبعاً مكان، مؤسسة الصالح، نعم، جامع الصالح، نعم، مساكن، يعني كل تحول في الاغاني، لم يعد للاغاني الوطنية اي وجود. الأسوأ الاغاني اللي تنتجت في المرحلة اللاحقة لتمجيد صالح. لاحقا دخلنا في مرحلة التوريث، يعني توريث الجمهورية، الجمهورية اليمنية التي قبل 55 عاما من الان كانت يعني الفكرة انه ضد التوريث. فهذه هي صالح تحول لإمام، نظامه تحول إلى نظام إمامي فعلا. أيضا لو جينا يعني لم يعد يتبقى من الجمهورية سوى الاسم. نعم، اسمح لنا أستاذ كمال أيضا أنت والأستاذ رشاد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من القاهرة. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير أستاذة، اهلا بك معنا استاذ محسن. يعني بدايه ماذا تقول في ذكرى اليوم الاسود، ذكرى الانقلاب، ولماذا الى الان لم يسقط ذكرى النكبه، ذكرى المؤامره، ذكرى الخيانه، ذكرى الارتداد العلني؟ اما الارتداد الضمني هو كان موجود. يعني هذا اليوم تحدث عن بعض الظرفاء قال ان الحوثيين اخذوا من ثوره سبتمبر يعني التاريخ الرقم، أخذوا الخمس، تركوا لنا الخمس وأخذوهم 21. فالمسألة يعني بالنسبة للذين يتابعون الأحداث عن قرب ومن مسافة بعيدة قبل الأحداث هذه سيدركون عبد الله صالح كان يدخر هذا الفكر، ويدخر الفكر المذهبي، ويدخر الفكرة الطائفية، ويدخر العصبية والعودة إلى صفين والجمل والسقيفة، سقيفة بني ساعدة، وحديث غدي رخوم، كل هذه كانت مدخرة عنده ضمنا ولا يعرفها، ولم يكن يتحدث عنها إلا لبعض المقربين أو يتحدث عنها
عنها بعض أقربائه أنها هي عدة علي عبد الله الصالح في المستقبل في حالة وحدوث أي انقلاب أو تمرد أو ثورة عليه. هكذا كان يطرح أنه في حالة وجود أي تمرد سنرفع شعار الخمسة آل الكذاء ونحرض الشعب اليمني عليهم باعتبارها. وطبعا وكان الحديث هنا ينصب أو المخاطر تتجه نحو الإخوان المسلمين حينها لم يكن حزب التجمع اليمني للإصلاح موجود يعني. نعم إذن نعم سيدة اللواء، يعني الانقلاب الذي قام به الحوثيون وشريكهم صالح الآن بعد 3 سنوات كيف يمكن توصيف في أي مرحلة هو الآن؟ أنا طبعا أنا دائما عندما أتحدث عن الانقلاب أقول الانقلاب الذي قام به علي عبد الله صالح وشريكه الحوثي ماديا وبشريا أقل وأضعف من أن يصل إلى صعدة أو يصل إلى حرف سفيان أو يصل إلى حاشد، فما بالكم بعمران وصنعاء أو ثم بعد كده الحديدة وتعز حتى الوصول إلى عدن. من نعم الله على الشعب اليمني أن هؤلاء حينما دخلوا صنعاء لم يحكموا الدولة بالمؤسسات. لو أنهم حكموا الدولة بالمؤسسات أو حكموا المجتمع اليمني بالمؤسسات في ظل الشعارات الثلاثة التي رفعوها لكان يمكن أن يكون لهم شأن آخر، يعني كان يمكن أن تستمر خديعتهم للشعب اليمني فترة أطول، يعني يمكن أن تكون 6 شهور إلى سنة حتى يظهروا على حقيقتهم. لكنهم باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين انكشفوا من الأيام بل من اليوم الأول حينما نزلوا إلى الشارع وأخفوا مؤسسة الأمن والقوات المسلحة ونزلوا بلباسهم الشعبي وهم يتعاطون القات لينظموا حركة السير ويسيطروا على المؤسسات والوزارات، وسلطوا المشرفين ومنهم أطفال وأميين على الوزارات وعلى مؤسسات الدولة وبدأوا بنهب المعسكرات وسحب قواتها ومخازنها إلى صعدة والسيطرة على البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الحكومية. ظهروا على حقيقة من الأيام الأولى انكشفوا أن يعني وأثبتوا أنهم ليسوا دعاة الدولة وليسوا دعاة نظام. نعم لكن تكون للجرعة. نعم سيدة اللواء، يعني أردت منك توصيف في أي مرحلة الانقلاب الآن، ولا أريد أن أسمع يلفظ أنفاسه الأخيرة لأنه يعني منذ السنة الأولى وهو يلفظ أنفاسه أطول نفس تاريخي، يعني أود أن أعرف الشعب كشف حقيقته، لكن أين دور الجيش إلى الآن؟ أنا لا أقول أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن أستطيع أقول بارتياح أنه في حالة انكشاف تام لكل الشعب اليمني، وأنه حتى أولئك الذين راهنوا عليه أو خدعوا من داخل المؤتمر الشعبي نفسه أصبحوا الآن مستهدفين من هذه القوى، وأنه يفترض لو أن قيادة المؤتمر الشعبي العام سواء التي انضمت إلى الشرعية أو من بقي من العقلاء في صنعاء اتجهوا نحو مصلحة الوطن وأحدثوا تحالفات جديدة من شأنها إسقاط هذا المشروع، لن نستطيع أن نقول أنه يمكن أن يبدأ الحوثيون أو يلفظون أنفسهم الأخيرة. هم حقيقة أضعف مما نتصور، لولا أن الجيش الوطني والدولة الشرعية تعاني من ضغوط دولية وإقليمية شديدة، وأنا وضعي تحت هذه الضغوط الإقليمية والدولية مليون خط مش بس خط واحد. نعم. لأنه يعني ليس تحرير صنعاء مستحيل، ولا إسقاط تعز في أي الثورة مستحيل، ولا الوصول للحديدة مستحيل. الجيش الوطني اليمني وأؤكد وأنا مسؤول عما أقول وعن خبرة وعن معرفة يستطيع أن ينجز مهام الدولة الشرعية واستعادتها في أيام أقل مما يتصور الآخرون، لولا أننا حينما نصل إلى النقطة التي يمكن أن تحدث تحولا جذريا في مسار المعركة يأتي الخط الأحمر العريض الذي يضعه الكبار على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم. وأنا أتصور أن هذه المسألة واضحة، ويكفي أن أضرب مثال ومثالين. حينما وصلت قوات الجيش الوطني إلى فرض أثنان قامت الدنيا ولم تقعد، فقال الحديدة أيضا وحينما أصدر رئيس عبد الرب منصور هادي بعد تحرير المخاء أمرا إلى المنطقة العسكرية الرابعة والمنطقة العسكرية الخامسة بأن يلتقوا في الحديدة، وهذا يعتبر أمر قتال وكانوا جاهزين والتحالف جاهز بالدعم البحري والجوي، أيضا جاء الخط الأحمر الدولي وقال ممنوع
وسنحل المشكلة سلميا وننظر في مسألة الحديد. نعم ربما يعني هذا يوضح كثيرا سيادة اللواء يعني كيف أن المجتمع الدولي يود لهذه الحرب أن تطول ولا يريد لها الخلاص. شكرا جزيلا لك. نعم. اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد لو تحدثنا عن يعني ما الذي أراده الحوثيون بالضبط؟ يعني أرادوا يعني في بداية الأمر يعني تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، خطفوا الدستور الذي له علاقة أصلا بتنفيذ هذه المخرجات، يعني الأقاليم، التوزيع العادل للسلطة والثروة، كثير من النقاط أثاروا. هل فعلا كانت هذه هي مقاصدهم؟ يخافون من الدستور ويخافون من الأقاليم ويخافون من الدولة المدنية الحديثة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال؟ نعم، الحوثيين لديهم مشروع مغاير تماما. الحوثيين يستخدموا أسلوب التقية حتى داخل الساحة، حتى مع الشباب في 11 فبراير في الثورة المباركة، ثورة 11 فبراير، هذه الثورة الحلم العربي والحلم اليمني الكبير. كان دخل الحوثيين متسللين داخل الثورة هذه، كانوا يدخلوا في يعني يحاولوا أن يلتقوا في كثير من الحركات الشبابية بدعوى أنهم حركة وطنية تحررية، بمعنى أنهم يسارية ويتماهون مع الكل، بينما في الحقيقة لديهم مشروع خبيث، مشروع هو استعباد اليمن، مشروع إعادة سلطة الإمامة التي قضت عليها ثورة 26 سبتمبر ودفعنا شهداء بالآلاف حتى بعد 26 سبتمبر خلال الحروب الثمان السنوات بعد ثورة 26 سبتمبر. هؤلاء لديهم مشروع قذر، مشروع سلالي استعلائي عنصري، لا يرى في اليمنيين إلا عبارة عن عبيد خلقوا لإسعاد هذه السلالة، وهذه السلالة فقط لها الحق وحدها فقط في الحكم وفي السلطة وفي الثروة، بينما بقية الخلق أو اليمنيين هم عبارة عن رعاع لهذه السلالة. هذا مشروع عنصري خبيث كان يفترض أن يكون عفى عنه الزمان، لكن سلطة علي عبد الله صالح خلال 33 السنة التي أنهت الدولة وأنهت وجود الدولة لصالح مجموعة لصوص ومراكز قوى ومنتفعين، ومن ضمنهم السلالة الهاشمية السياسية التي نخرت كل مؤسسات الدولة. طبعا الحركة الحوثية هي لم تكن إلا جناح عسكري مسلح للهاشمية السياسية التي توارت وراء المؤسسات وراء المنظمات وراء لذلك أنا أقول أنها كشفت تماما أمام الشعب اليمني. نعم. واللواء خسروف أشار إلى نقطة يجب أن أشير إليها، فعلا داخل الجبهات عندما أنا ذهبت إلى كل الجبهات والتقينا بالمقاتلين تجد حتى المقاتل الفرد قبل الضابط لديه في الجيش إيمان. الوطني. نعم. لديه إيمان قوي بوطنه. نعم. في نهاية الأمر لن يترك أهله ويقف استعداد يعني لن يترك أهله خمسة أو ستة. نعم. أشهر بدون رواتب. صحيح. هو بدون رواتب إلا وهو مؤمن ويقاتل بالقضية. على مدى ستة أشهر بدون رواتب. نعم. أنا أعود لضيفي أستاذ كمال في دقيقة، أنت كرمت، يعني ما هي الأفق لكل ما يحدث؟ ثلاث سنوات ونخشى أننا في كل عام سنظل نحتفي دون أفق حقيقية للحلول، خاصة بحديث اللواء خسروف ويتحدث عن خطوط حمراء توقف كل محاولات التقدم. كنت أود الإجابة على موضوع المجتمع الدولي كيف. نعم. كيف ساهم؟ أجيب هذا وممكن لو بقي وقت. في فكرة المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يحاول الاستفادة من الحوثية من أجل هناك فكرتين يعني أو نقطتين مهمتين، أنه هناك إعادة صياغة المنطقة وبالتالي حركات تطيف المجتمعات العربية. نعم. والمجتمع العربي الشرقي تحديدا وتفتيت الدولة. الفكرة الثانية هي فكرة محاربة الإرهاب، يحاولون استخدام جماعات. نعم. ضمن المجتمعات الوطنية لمحاربة الإرهاب، وهي فكرتين طبعا نتائجهما كارثيتين. نعم. على الوطن وعلى مستوى السلم والأمن والإقليم الدولي. فيما يتعلق بالأفق أعتقد يعني هي معركة طويلة، في معركتنا تاريخية مع الإمامة وستحتاج إلى فترة طويلة. المؤشرات التي واردة لدينا الآن أنه سياسيا وعسكريا الأمور لا تمضي بالشكل
المطلوب، لكن بما أنها مشكلة تاريخية وهي مشكلة مع الشعب اليمني، فأعتقد أن الشعب استوعب طبعا، فهي لن تمضي باتجاه التراجع على الإطلاق، وستكون ما يهم هو أن هذه الفكرة، أن هذه الدورة هي آخر دورة تاريخية في عمر الهاشمي السياسي، هذا ما أنا متأكد منه. هذا ما نتمنى. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ كمال حيدرة، الكاتب والمحلل والناشط السياسي، وأيضا لضيفي عبر الأقمار الصناعية رشاد المخلافي المحلل السياسي من مأرب، وكذلك للواء محسن خسروف الذي كان معنا عبر الهاتف، ولكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.